انتو حزب اللواءات اللبنانية قديه بتضاينوا ما بين داعش وجبهة النصر؟ حزب الله بأعماله من سنة 2005 لهلا أكبر تهديد لكل اللبنانيين. طبيعي شو بده يعمل يعني؟ لأنه كان الكلام كتير واقعي ومباشر وتضمن بعض الرسائل الردعية، لأنه كان في تخوف من الذهاب إلى اشتباك مباشر، فطبيعي هو بده يحاول إنه يخفف من وقع هذا الكلام. إحنا لاحظنا الماكينة الإعلامية للقوات بنفس الليلة قالت هذا الكلام كتير مفيد وكتير مناسب انتخابيا للقوات، خطاب السيد يعني. ولكن لما شفنا امبارح المقابلة شفنا إنه الوضع كتير مختلف وما في هذا الاستثمار اللي كان عم ينحكى عنه كعنوان عام. ما شفنا تفنيد للرسائل اللي صدرت من سماح السيد، كان في شعارات مضادة، أوكي هذا شيء طبيعي. الأهم إنه صار في تراجع عن لغة المواجهة والحكي عن 15,000 مقاتل، وهذا شيء مفيد إيجابي للبلد. يعني احتوى الموقف ولكن في دم بالأرض، هو هون المشكلة الكبيرة، وهو في عنده استدعاء. يعني بدنا نشوف هل سيستمر في الدعم للقضاء أو قبوله بالأحكام القضائية، لأنه في دم، وهذا الدم قال أنه ما حينسكت عليه. صحيح صار في تهدئة على المستوى السياسي العام، ولكن في ناس انقتلت، في امرأة بريئة انقتلت داخل بيتها، بتقعد هذا الموضوع ما حينسكت عليه، وبالتالي نشوف هذا الاحتواء والهدوء إذا حيستمر، والتعامل القضائي إذا حيستمر. طبعا أكيد حينفتح نقاش أنه هذا الاستدعاء مقابل استدعاء البيطار لمجموعة من الناس، هذا الشيء متوقع طبعا. ما نسأل الموقفين باليرزي، ما بعتقد أنه بتقدر مخابرات الجيش يعني تتخطى الموقفين، لأن الموقفين هن من القوات، ونقال اليوم أنه هن عندهم علاقة مباشرة. عم قلك شو نقال من قبل هذا المصادر، عم تقول أنه هول المجموعات تتحرك مباشرة من معه. خلينا نشوف التحقيق شو بيقول. وطبعا كان في يعني في مسؤولية تحريض كمان، غير موضوع مسؤولية تحريك المجموعات وإعطائهم أوامر بالقتل، في مسؤولية تحريض، لنشوف كيف بدها تنحل هذه المشكلة. يعني لازم إنه التراجع وإعادة النظر والتريث ما تكون بس لحظوية نرجع نلتف عليها بعدين، يعني هذا ما حيؤدي لحل المشكلة، حنرجع نولد مشاكل. لشيء نزلي ما كان إلى سبب، ما هو اللي عم ينحكى إنه التظاهرة كانت كلها هي سلمية وكانت مواجهة بشكل طبيعي مثل كل المظاهرات اللي عم تصير بالبلد. طبعا صار في إشكال بكل المظاهرات، صار في إشكالات. يعني 6 أشهر بعد 17 تشرين أنا كنت أنزل على ساحة الشهداء، كنت شوف قداش في إشكالات، ما حدا قوس على حدا. أما موضوع الهجوم على الكويت اللبنانية، فأنا أول مرة بسمع من حزب الله هذه اللغة، ما صارت قبل يعني خلال كل هذه السنين. وطبعا ما ننسى انه كان في تحالف رباعي بال2005، كان في حتى لقاءات على هامش الحوار الوطني، صار في مصافحه بين سمير جعجع وسماح السيد. هذا الشيء بنشوفه، بس اول مره في هجوم مباشر بهذه الطريقه، لانه كان في دم، وخاصه انه في دم بالشارع ودم بالبيت. يعني هذا شيء كثير خطير وكان بيدحرج لمحل كثير خطير. في دعايه، في حكي يعني انه هو ضحايانا. طب ما انت كنت عم تحرض انه هول جايين يجتاحوا عن الرماني، وليله اللي صار ليله صارت هذه الحادثه نزلوا بوسترات القوات انه حط رافع ايده هيك ما بيفوتوا على عن الرماني، فجاه صاروا ضحايا. طب كيف يعني؟ ما فيك يعني تكون شخصين بنفس الوقت. يعني هذا الحكي السياسي شاطر. اليوم سمعته عم بيقول انه ما بقى نسمح تتكرر سيدة النجاة، يعني انه في واحد يحكي البدوية، بس مشكلة بالوقائع، مشكلة انه في موقوفين من القوات موجودين عند الدولة عند مخابرات الجيش. طيب خليهم يطلعوا بيقولوا لا نحن ما خصنا بالقوات، او خلي يصير في مواجهة معهم، ما هذه بتنحل، ما لنا مشكلة. انا بقول له يا للسيد حسن، السيد حسن خيي ما بيسوى هيك،
ما حدا في يفرض رأيه على كل اللبنانيين بالقوة. ما حدا طرف لي راح له 7 شهداء بالشارع ما بينقال له انه ما تفضائك على اللبنانيين. بدنا نشوف اللي كان عم يقتل الناس، عم بيحاول يمنع مظاهرة سلمية من خلال اطلاق النار على الرؤوس من خلال القناصين. هذا اللي كان عم يحاول يفرض رأيه بالقوة على اللبنانيين.